دكتور، حضرتك متفق معايا انه المشهد يفوق اي كلام او اي وصف، واعتقد انه كل الجهات تستحق التقدير، لكن بطل هذا المشهد بامتياز هو المواطن المصري والشعب المصري. هو بالتأكيد طبعا، ربما هي مش مفاجأة، يعني هو كان في توقع كبير قوي بعيد عن التحليلات النظرية، انه كان قبل احداث الانتخابات وقبل موضوع غزة وقبل موضوع فلسطين، انه يعني هيبقى في عدم مشاركة بالصورة الكبيرة الضخمة. لكن احنا خلال اخر اسبوع تملي بنقف قدام بعض التحليل، يعني الظواهر اللي هي خاصة بالعملية الانتخابية نفسها، ان احنا زي ما حضرتك اشرت واتكرمت استاذ تامر، راهن دائما على المواطن المصري. المشهد ده فكرني بصوره جيده لانتخابات 2014. صحيح. ربما انا في تقديري، واسمح لي ان انا اقول، هو ده 30 يونيو جديد، لانه بالصوره اللي حضرتك شايفها بتستدعي من الذاكره حاله يعني غير متكرره بالنسبه لي تاريخ اجراء الانتخابات في مصر، والتفاف المواطن حول الدوله، حول القيادة، حول المؤسسات، حول أجهزة الدولة. المواطن البسيط بيسجل حضور مبهر أهم من كل التطورات الجارية، إحساس بالبلد. وفي جزء بقى حضرتك هو التصويت للمستقبل، بمعنى إيه؟ إنه المواطن رايح بيقوم بعملية التصويت لحاجتين، الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي. هتقول لي وفين الملف الاقتصادي؟ الملف الاقتصادي انا في تقديري هو طبعا ملف مهم طبعا، ولكن المواطن دائما ما يضع الدوله وحياته واستقراره الامني والسياسي قبل اي شيء. هتقول لي لا، ده حضرتك محق تماما. تخيل انه عبقريه المواطن الجمعيه الجمعيه اذا جاز التعبير، قبل احداث غزه وقبل الانتخابات يمكن بشهر، كان الملف الاقتصادي حضرتك بتتكلم عنه ده بالزبط اول اولويات اهتمامات بالزبط المصريين. بالزبط. الناس كانت بتتكلم عن السكر والعيش والبصل بالزبط والدولار بالزبط والمش عارف كذا. ثم فجاه بعبقريه وكانه اتفاق جمعي مع احداث غزه ومع التهديدات اللي حصلت ومع الظروف الدوليه، تراجع الملف الاقتصادي في اهتمامات المصريين لوحده، وقفز ملف بالزبط الامن القومي ليكون رقم واحد. زي ما حضرتك قلت، عبقريه المواطن المصري. الناس مش النخبه بس، يعني مش حضرتك ولا الزملاء في الاستوديو ولا الناس اللي بره، انما المواطن البسيط اللي هو في الشارع اللي هو حاسس بانه البلد محتاج نلتف. احنا النهارده، ودي نقطه مهمه جدا، ان احنا مع احداث غزه الاوليه استاذ تامر، ربما كان التركيز حوالين انه القاهره، عشرات المسؤولين جم زاروا القاهره في موضوع غزه. انا النهارده خلال 10 ايام الاخيره رصدت حجم الاتصالات والزيارات. قلت جدا. ليه؟ لان اصبحت مصر هي اللي بتدير ملف غزه انسانيا وتنمويا، خوز المساعدات والاغاثه. ومش عايزين نتكلم كتير قوي فيه، لان احنا ما بنمنش على حد. احنا ده واجب، ده دورنا، يمكن ده دورنا، واحنا بنقول 80% لا يمكن ربما اكتر، ومؤسسات الدوله حاضره والمواطن البسيط مدرك لده. لكن الاساس حضرتك في ده ان احنا اصبحنا بطننا او لوحدنا في الواجهه. احساس المواطن ان الدوله المصريه بمؤسساتها بقيادتها بحكومتها كل ده، النهارده احنا بمفردنا بنحاول نحل مساله غزه. صحيح. بنحاول نحل انسانيا، بنحاول نعمل تهدئه جديده، بنحاول نعمل هدنه، بنحاول نوقف اطلاق نار، بنتحرك بصوره كبيره وكان العالم بينظر لمصر بهذه الصوره. طبعا في فكره المؤامره اللي حضرتك والمخططات، طبعا في جزء من ده لازم لابد للمواطن ان يستشعر انه في خطر نتيجه كلمه سينا عندنا في وجداننا ومشاعرنا مرتبطه بعشرات الاشياء. مزبوط. وجزء منه مرتبط ايضا بغزه كقضيه فلسطينيه، قضيه امن قومي وقضيه وركيزه من ركائز الامن القومي لبلدنا. فاحنا برضو بنضع الاعتبارين مع بعض، بس احنا بنقول ايه بقى؟ ان قضيه غزه وقضيه الفلسطينيه هي قضيه العالم، وليس فقط للدول الجوار او ما الى ذلك. هي اصبحت يا دكتور، اصبحت لان بفضلك، بفضل حضرتك انك انت في الساعات الاولى وفي الايام الاولى للمواجهه بدات ترتب اعاده تقديم القضيه الفلسطينيه للواجهه الدوليه. صحيح. كانت قضيه منسيه يا استاذ سامي، ويجب ان نعترف وبنقول لاشقائنا. لا، ده هي كانت بزاويتين، كانت منسيه، اصبحت للاسف اصبحت منسيه عندنا وعند الشرق الاوسط والوطن العربي. رقم اتنين، كانت كلها تزييف حقائق عند الوعي الغربي. صحيح. الحاجتين دول اتغيروا. صحيح. بقى في وعي
غربي بحقيقة القضية وحقيقة الحق الفلسطيني. صحيح. وبقى فيه قفزة لأول اهتمامات الوطن العربي. صحيح. للقضية الفلسطينية. صحيح، زي ما حضرتك أشرت وتكرمت، بالفعل هو ده اللي حصل. فأنت عملت مؤتمر تقول لي للعالم، مؤتمر السلام، وعملته بسرعة لإعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية. عايز تقول إنه هذه القضية اللي أنتوا اتسببتم فيها، في توتر في الإقليم، مش هيكون في استقرار في الإقليم بدون حل القضية الفلسطينية. مزبوط. عشان نكون واقعيين، لن يهدأ الإقليم بدون حل القضية الفلسطينية. النقطة الثانية وهي دي المهمة، هي نقل المشكلة من بعدها الفلسطيني إلى المتعدد الأطراف، تحميل المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري. يعني أنا عايز أقول حاجة، هو المعبر مفتوح كان على طول من الاتجاهين، هو قبل المواجهة وبعد المواجهة من جانبنا. إسرائيل لما قصفت على الجانب الآخر وبدأت، إحنا بدأنا ندخل المساعدات بصورة كبيرة، ولم نتأخر ولم ننتظر أن يأتي العالم بمساعدة.